قابلته واتكلمت معاه كمان. طبعا ما صدقش نفسه وطار من الفرحه لما قلت له ان انا اخيرا خلاص وافقت ان انا ارجع له، مش كده؟ لا خالص، لا ما صدقش نفسه ولا طار من الفرحه ولا كل الكلام ده. هند يعني ايه؟ يعني تشيلي ادهم من دماغك خالص يا هند، هو اصلا جابها لي من الاخر. ازاي يعني؟ قال لك ايه؟ قال لي ان انت لو اخر ست على وش الارض هو مش هيرجع لك. ده اصلا لو كان لسه سنجل يعني. ازاي يعني؟ قال لك ايه؟ ادهم فرحه الاسبوع الجاي، خطيبته كانت قاعده معانا كمان. اوكي. طب وبنتي بقى؟ كانت معاهم برضو؟ كانت موجودة. طب والست بقى اللي هو خطبها دي؟ بتعامل بنتي ازاي؟ بصراحة عندي بتعاملها زي مامتها وأكتر، والبنت كمان متعلقة بيها جدا، يمكن أكتر من أدهم نفسه.